التسجيل امام منتخب تنزانيا ولكي يرد الاعتبار للمنتخب الوطني ولكرة القدم الوطنية. ان الاعادة كانت كي عبد الرزاق حمد الله تقل مشيتو شوية لما شاف الدفاع عن اللاعب التنزاني اللي دفعه، كانت ضربة جزاء واضحة. برنامج الحكم الاخر ما عنده ما يقول في هذه الحالة. ضربة جزاء للمنتخب الوطني المغربي، دقيقة 38، كرة مغربية وفرصة سانحة لبلوغ الهدف الأول، لتسجيل الهدف الأول. عبد الرزاق حمد الله، عبد الرزاق حمد الله عنده فرصة للتسجيل في مرمى الحارس. جمع كاسيتشا، جمع كاسيتشا، عبد الرزاق حمد الله في تنفيذ ضربة جزاء في وقت مناسب جدا. 39 دقيقة وفرصة سانحة لبلوغ الهدف الأول. عبد الرزاق حمد الله واحد من مواليد البطولة الوطنية، قدم شهادة ميلاد مع أولمبيك أسفي واليوم مع نادي أليسينس بالبطولة النرويجية. ضربة جزاء حمد الله، يلا سجلها، والهدف في الزاوية البعيدة، في الزاوية البعيدة يسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني المتقدم في النتيجة بهدف لصفر. عبد الرزاق حمد الله المتألق بالدوري النرويجي يسجل الهدف الأول، هدف مستحق للعناصر الوطنية في الجولة الأولى. على الأقل ما نخليوش المنتخبات الصغيرة على المستوى الإفريقي، مع احتراماتنا لبلد كتنزانيا، لبلد غني بمواهب وبقدراته، غني بعدد كبير من الموارد الطبيعية والموارد الاقتصادية المهمة، لكن اليوم في كرة القدم الكبير لازم أن يحافظ على قيمته وعلى شخصيته وعلى قدراته. ما لازمش لما تدخل محركات البحث في الشبكة العنكبوتية، مجموعة من محركات البحث، لما تدخل اسم تنزانيا والمغرب توجد أن تنزانيا هزمت المغرب بدار السلام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ممكن تغير الموازين لما نشوف المنتخب الوطني يتفوق اليوم بأربعة أهداف أو خمسة أهداف على منتخب تنزانيا. منتخب تنزانيا، منتخب طيف ستارز، يحتكر الكرة، يسددها مباشرة في مرمى الحارس نادي المغرب في عيابر الرقابة. طبيعة اللعب الأنجلو ساكسوني، قوة التسديد، وهو ما حصل من خلال الكرة الأخيرة للمنتخب التنزاني عبر رمضان أمري. رمضان أمري يسجل الهدف الأول في مرمى المنتخب الوطني المغربي. 61 دقيقة، هنا الإعادة من رمضان أمري، خلوه يسدد على راحته، خلوه يسدد على راحته من دون رقابة، وسدد بطريقة مميزة جدا وينجح في بلوغ الهدف الأول لصالح منتخب تنزانيا. خروج عبد العزيز برادة وتعويض يوسف القديوي الإدريسي. يوسف القديوي الإدريسي يعوض اللاعب برادة، هدف جميل جدا.